وبتصور كاتب كمان شعر اسمه لا ريفولوسيون دو سيتر كمان شعر رائع. ليه حبيت تلتزم بقضية وتدمج شعر الحب بالمحبة، حب الامرأة بمحبة الوطن؟ صراحة أنا ما بلاقي إنه مستحب كتير إنه يستعمل الواحد الشعر لا كأداة مواجهة أو كسلاح. نعم. لأنه الشعر بالنسبة لي هو تعبير عن المشاعر، عن الحب، عن المحبة، عن العواطف والإنسانية مثل ما قلت. بس أوقات الواحد بس يلاقي حاله كشاعر محاصر، مهدد، يمكن مهدد بكيانه، مهدد بهويته الوطنية أو الثقافية، بينجبر أنه يستعمل هالسلاح هيدا، بس بيضل على قليل السلاح ما بده رخصة حمل، سلاح بيضل بينطلق، يعني بيطلق الكلمة مش النار. هالسلاح هيدا بيضل سلاح حضاري، بس مش مستحب الواحد يستعمل الشعر لهالغايات. ولكن مش غلط انه كمان مش يكون غلط عم بيعبر. اذا عم بيعبر، اذا في اذا محاصر، اذا بده يعبر عن وجع معين، عن تهديد معين، اجباري بده يستعمل هذا السلاح، بس بده يتركه ضمن اطار الحضاره والقصص والإتيك. صح، اصلا موجودين كلهم بالديوانك، وبنلاحظ انه صفحه، يعني بصفحه من صفحات الديوان الجديد بنوب بلس، في رساله اللي ارسل فيها اكيد الرئيس سعد الحريري، اللي بيقول لك قد ايه قدر كتابك الاول امور اي بينومبر. كنت حابه انا اعرف ليه. هلا هي اللي صار انه انا كنت عاني لقصيده بالكتاب القديم للرئيس الشهيد رفيق الحريري. عملت قصيده اسمها بومرانج، يلي هيدي من وراء حملة التجنة يلي تعرض لها. نعم، قبل ما يتوفى. انا بدي اقول انه كتابك ب 2003. نعم. عملت قصيدة انتيتولي عنوانها بومرانج، وطبعا موجودة بالقديم، وما لحقت وصل له اياه. نعم. لانه قلت انه مش فاضي، كيف بدي توصل له؟ اهملت شيء. وقت اللي اخذت القرار انه بدي اوصل له اياه، صارت الكارثه. نعم. بقى عملت، رجعت بهيدا اخر مجموعه قصيده بتعبر عن ندمي كيف ما لحقت وصل له. نعم. وعن اسفي انه كيف صرنا هيك رجل عظيم. اكيد. عملت مثل بروشير وصلتها للشيخ سعد. نعم. قدر كثير هالجاست. نعم، ورد علي بمكتوب جدا. بمكتوب كثير حلو، لانه حلو وبيلخص شوي رساله الرئيس الشهيد. نعم. هالنص هيدا وطيار المستقبل كمان. نعم. بقى حبيت انه حطه كتيمونياج يعني رفقت هالشيء بكمان قصيده يلي قريتي. نعم، اللي بلشت فيها كثير حلوه جميله جدا، لانه عم نحكي انه هي المناصفه بين المسيحيين والمسلمين. حبيت انه بطريقه رمزيه احكي عن هالمناصفه بهالقصيده هيدي مونيما، يلي بتجمع الكنيسة والجامع سوا رمزيا. على كل حال كتير حلو بهالقصيدة. على كل حال اللي جميل جدا ونلفت بديواناتك انه شعرك قد ايه حساس، وبذات الوقت عم بيحكي عن واقع، ومرات واقع امني، واقع سياسي، وهذا بتصور قليل للشعراء يقدروا يتحكموا كمان بمشاعرهم بواقع معين كمان. كنت حابة انك تقري لنا، لانه انا بحب وقت يكون عندنا شعر انه المشاهدين يسمعوا شوي الشعر، يعني اذا هيك بكم ثانيه بتقدر. هلا في عندي مثل قصيده صغيره، بس الوقت كثير ضيق، يعني هيك شيء انه حابب انه اقرا اذا بتعطيني. بس اقرا قصيده عملتها، لانه صرت اقول انه في رمز لبنان يلي هو الارز، انه كيف ما ليش ما بعمل له قصيده مع ختام شوي مميز. اذا ممكن تقول لنا، انا هيك دهمنا الوقت. اوكي. Ars rab, Cedrus divini, ta structure est un art qui a construit des temples. Du pied de ta splendeur, Salomon te contemple. On voit là-haut s'étendre au fil des millénaires
tes beaux rameaux ailés qui traversent les airs, ton insécable tronc trône dans la nature et creuse dans les bois sa sublime sculpture. Sourd aux intempéries, tu défies par ta gloire ces lâches mains qui ont malmené ton histoire, ces mains qui ont tenté de scier ta mémoire, transformer en charbon et chantier ton terroir. Sur les monts du Liban, ton symbole est resté vivant, car de tout temps, ta sainte majesté ouvre ses bras géants, ses bras sempiternels, et s'incline devant le doigt de l'Éternel. حلو كتير. أنا بتشكر حضورك معنا مستر غنال بياكات، وبتمنى أنه المشاهدين يجيبوا الديوان لأنه رائع، وإن شاء الله نرجع نستضيفك قريبا. هلأ نبقى مع بريك إعلاني وأنا برجع بشوفكم نهار الثلاثة.